خير على متابعين بوابة الوفد في كل مكان. احنا النهاردة متواجدين في منزل الحاج شريف ابنه، قتل على يد 3 أشخاص بدون سبب. هنعرف التفاصيل الكاملة دلوقتي من الحاج شريف. طب الحاج كده قول لنا ايه البداية، يعني ايه بداية الجريمة، حصلت ازاي؟ والله بداية الجريمة ان بداية المشكلة اصلا ان كان في شابين راكبين عربية ملاكي قدام محل الموبايلات بتاعنا اللي هو في شارع المستشفى. تمام. المحل دوت ليه فرع تاني محمد ابن ماسكو في شارع التلاتين، والمحل دوت اللي واقف فيه صاحب المحلين نفسه، يعني صاحب المحلين يعني هو محمد يعتبر شغال في المحل. شغال في المحل والمشكله حصلت قدام محل اللي هو التاني اللي في شارع المستشفى. تمام. الشابين اللي راكبين العربيه دول كانوا بيتخانقوا مع سواق توك توك وضاربينه بالقلم. عيل صغير 14 سنه راكب توك توك، كانوا عاملين معاه مشكله الله اعلم كان بسبب ايه، ومنازلين بيضربوا في سواق التوك توك والكلام دوت. الناس اتلمت حوالين منهم، انتوا بتعملوا ليه كده؟ شلطوا في الناس كمان. وبسبب المشكله ديت الشارع كله وقف، لان ده شارع سوق وكلام زي كده، الشارع كله وقف. فالكلاكسات بدات تشتغل وبتاع، فاصحاب المحلات خرجوا، من ضمنهم ايه عبده دوت صاحب المحل اللي قدامه المشكله ديت. فرجع لهم يا جماعه ايه اللي عاملينه دوت، انتوا بتكتروا على السواق التوك توك، خبطوا العربيه اللي بتطلع عشان في واحد بيستغيث ان معاه مريض في العربيه وعايز يلحق يوديه المستشفى وكلام زي كده. في الشارع وقف، فمشوا الطريق بعد سوق اتفضلوا. اكتر من كده ما قالش صاحب المحل، قال له خلاص احنا هنمشي بس هنرجع لك تاني. كل ده محمد مش في الموضوع، لا لا ما ولا يعرف حاجه عن الموضوع خالص. فالتاني دخل المحل على اساس ان يعني ما فيش حاجه حصلت، يعني ان هو ايه، ان يتخيل ان في مشكله هتحصل كبيره بسبب الموضوع دوت. تمام. بعد ساعه الشابين دول بقوا 3 خدوا العربيه وطلعوا. على فين؟ طلعوا على المحل عند محمد ابني. عرفوا ازاي ان هو ليه محل تاني في 30 وفي منطقه هاديه وبتاع؟ المهم ده الله اعلم ان هم، المهم بين الواقعه دي وبين الواقعه دي ساعه. تمام. دخلوا على محمد ابني، واحد منهم اللي اسمه شادي، قال له انا شادي من الحي وعايزين صاحب المحل. قال لهم صاحب المحل مش هنا، فرع مستشفى. قال له طب احنا عايزينه ايه؟ عايزينه. قال لهم خدوا، قال لهم خلاص هتصل لكم بيه يكلمكم. فراح محمد ابن اتصل بيه، قال له عبده في واحد اسمه شادي بيقول من الحي، مدعين صفته ان هم شغالين في الحي. فقال لهم واحد اسمه شادي من الحي عايزك. فقال له خلاص ادهولي. راح واخد على التليفون، ايوه مين؟ قال له انا شادي من الحي عايزينك دقيقتين. طب ما تقول على المحل. قال له لا تعالى لنا هنا. فراح شادي واخد سكوتر بتاع واحد صاحبه وراح واخد بعضه طالع على المحل. محمد ابني بقى كان دخل وهم كانوا واقفين بره. دخل المحل وقاعد كان جايب اكل بياكل. فالمهم هو واقف قدام المحل لسه ما نزلش مع السكوتر، قال له فين يا محمد الناس اللي عايزيني؟ قال له كانوا واقفين هنا. لسه بيتلفت كده لقى واحد بيخبط له على كتفه، بيقول له ايه؟ ايوه تعالى عايزينك. فبيبص كده لقاهم ليه؟ اللي كانوا عاملين معاهم المشكله، اللي كانوا عاملين المشكله قدام المحل. اللي هو حاول يسلك الطريق عشان في ناس تعبانه بالعربيه. فقال لهم طب انتوا جيتوا على هنا ليه؟ ما جيتوش على ال 30 ليه؟ على المستشفى ليه؟ في شارع المستشفى ليه؟ ما انا موجود في شارع المستشفى. قالوا له بس تعالى كده احنا عايزين. وراحوا بعدينه عن الكاميرات في نص الشارع. وراحوا نازلين ايه فوق، نزلوا عليه ضرب بايديهم على وشه، على وشه لدرجه ان هم فقدوا الوعي. تمام. هو فقدوا الوعي اترين، هم كمان عوروه وهو مش حاسس. فمحمد ابني خرج على صوت اللرمه والزعيق وكلام زي كده، فخرج لقى ايه؟ لقى صاحب المحل مرمي في الارض وغرقان في دمه. فبيقول لهم في ايه؟ في ايه؟ انتوا بتعملوا ليه كده؟ راح شادي ده متوجه لمحمد ابني وجاري عليه وايه؟ هيديله بالمطف. محمد بيجري منه على اساس انه يخش يجيب حاجه يدافع بيها عن نفسه من المحل. كان هو لاحقه قبل ما يخش المحل، وراح مديله بالمطف في رقبته ووقعه قدام المحل في رقبته. ما كملش دقيقتين بعدها وتوفى.